تقدر تروح على مكتبك يا أستاذ رمزي، أنا عاوزة المهندس حسن. حاضر. وتجيب لي التقرير اللي طلبته قبل ما اليوم يخلص. حاضر، مستنيك في مكتبي. دول حاجة؟ لا ما بقولش. طبعا أنا فهمت إن أنت والأستاذ رمزي صحاب، ودلوقتي حضرتك عرفت إني أخته. أنا بقى مش عاوزة حد في المكتب يعرف إني أخته. ما أقدر موقفك. لغاية ما أفصلهم. تفصلي مين؟ رمزي. ليه طيب؟ عشان عدم التزامه. أنت لحقتي تحكمي؟ أولا اسمع حضرتك، إيه أنت دي؟ أنا بقول لك حضرتك. الحاجة التانية أنا عارفة أخويا كويس. أنت عندك حضرتك عندك خلط في الأمور. نعم؟ مش من حقك تتبني أحكام مسبقة. أيا كانت علاقتك بيه. ده ما يديكيش حق انك تبقي مسبقه بقرار فصله. مش هو بس. لا انا بتهددش. مين قالك ان انا بتكلم عليك؟ اسمعي عن حضرتك. انا هدخل في الموضوع على طول لاني اتعودت ان انا اكون صريحه. انا عارفه ان الشركه كلها كانت فاكره ان انت هتيجي مكاني. يفهموا اللي يعجبهم. المنصب ده لو اتعرض عليا انا هعتذر عنه. فعلا؟ مش محتاجه اثبت لك. اوكي مش هصدقك. لاني اتعاملت مع ناس كتير شبهك في الشركات التانيه. شبه ازاي يعني؟ يعني كل الأمور في إيديهم، ما بيحبوش يبقوا في الصورة، فالمدير لما بيكون عاوز ياخد قرار ما بيقدرش ياخده غير لما يرجع لهم. ده بيرضيهم نفسياً قدام الموظفين، بس لما بيحصل غلط المسؤول هو اللي بيشيله، اللي بيبقى في وش المدفع. إيه وش المدفع دي؟ واضح إنك اتعاملتي مع ناس مرضى. أنا مش كده، أنت فهماني غلط. فهمني الصح. حضرتك لسه مستلمة الشغل امبارح، طلبت مني طلب؟ لما طلبته من موظف عندك في الإدارة قال لي إن الموضوع عندك أنت يا باشمهندس. واضح إن حضرتك فعلاً عندك خلط. خلط؟ آه، خلط اختصاصات. إدارة المشروعات دورها إنها تدرس كل المشروعات اللي موجودة في الشركة وتشوف لو في مناقصة أو مفيش أو إسناد بالأمر المباشر. دورنا بقى إن المشروع ده يرسى علينا. فين المعلومات الجديدة اللي بتقولها؟ إنه مش دور إدارتي خالص تلف على المقاولين اللي انتوا جايبينهم ينفذوا. في إدارة اسمها إدارة التنفيذ هي المنوط بيها القيام بالدور ده. وأنا عشان خبرتي وعلاقتي بالشركة كلها بقدم التقرير دي عشان عارف إن المهندس رضوان مش فاضي بيلف في المواقع. أنا بقى هنا عشان أشيل الخلط اللي أنت فاكر إن هو خلط. بطريقتك دي مش هينفع. ومش دورك تقولي أنا أعرف أعمل إيه أو ما أعرفش. بصي أنا كنت متشائم لما أول مرة قابلتك خبطت لي عربيتي واتخانقنا وابني كان فاكر إنه يعني بنتك لها علاقة. لو سمحت. لو سمحت أنت سيبيني أكمل. وتاني مرة تقابلنا في القسم وأنا بالبيجامة. طبعا كل ده كلام غريب بالنسبة لي، بس لما عرفت إنك أخت رمزي بقى لك مكانة خاصة جدا عندي، عشان رمزي مكانته كبيرة قوي وغالي عليا، وأنا هساعدك، هساعدك تعرفي كل كبيرة وصغيرة في الشركة. شكراً على كلامك اللي ما فهمتوش، بس أقدر أرد على اللي فهمته. أنا مش محتاجة مساعدة من حد. شكراً. هو أنا ممكن أقولك حاجة شخصية قبل ما تقوم؟ تفضل. سيب مامة الولاد هي اللي تكون متداخلة معاهم. سبحان الله، كنت هطلب منك نفس الطلب بالظبط. مساء الخير. ألف ألف مبروك علينا وجودك يا باشمهندسة. الشركة نورت. شكراً. رضوان الجمل يا فندم، مدير إدارة التنفيذ. أنا آسف ما لحقتش أجي إمبارح، أنا كنت في بورسعيد وطلعت على أبو قير، بتابع الشغل يا فندم. إزيك يا باشمهندس حسن؟ إزيك؟ هو بس السؤال المهم، هما إزاي يعملوا فينا كده؟ آه شفت؟ إزاي جابوا لنا قمر تكون رئيسة مجلس الإدارة؟ إيه الكلام ده يا باشمهندس؟ كذاب قوي. بتقول حاجة؟ لا لا لا، بقول عن ذنوب. حلو قوي بنفسجك. الموضوع منتهي، انت عارفني. لا انا مش عارفك. تخيلي. ودي دخلة جديدة؟ ولا دخلة ولا خارجة، دي الحقيقة. بجد ما بقتش عارفك. في حاجات ما بيننا ممكن تتقبل. يعني مثلا انت شايفاني وحش وانا شايفني كويس، ده عادي. بس لما اشوف اختي عديمة النظر لازم افوقها. اتكلم من غير غلط. والله ما بغلط يا نادية، انا بحكي اللي انا شايفه. انت مش شايف حاجة. انا عمري ما جيت لك وعاندتك في رايك في حد. من ساعه ما قلت لامي الله يرحمها ما تخليهوش يدخل وائل صاحبه البيت ده صايع، من ساعتها بقت حياتي كلها في الشارع.
لحد ما جيتي قلتي لي انت كل دوائرك شبهك كلكوا صيع ابعد عني. عارفه كل اللي حصل لي في حياتي من وانا صغير لحد دلوقتي بسببك انت يا نادي. وجاي النهارده تعلق شماعه فشلك عليا انا. حتى تجريحك ليا طول الوقت عمري ما شفته على انه غلط فيا، ولا عمري فكرت اردهولك. عارفه ليه؟ علشان طول عمري شايفك اختي الطيبه اللي الدنيا جت عليها، بس هي شاطره وجدعه وقلبها حلو. قلبها حلو ايه بقى بعد كل اللي قلته ده؟ رضوان اللي انت اخترتيه يكون النائب بتاعك ده حرام، ومدورها مع كل المقاولين اللي بيشتغل معاهم وحلنجي، ودخل عليكي بالنمرتين بتوعه وانت صدقتيه. تحب اقول لك رضوان بياخد كام على كل مستخلص من كل مقاول؟ ولا اخر مشروع بتاع الشركه لما اكل سنتي من الطريق، عارف السنتي ده طلع له كام؟ ولا اقول لك على اسامي المهندسين اللي بيشتغلوا مكانه في الشركه وهو قاعد ثلاث ارباع الشهر في البيت؟ للاسف كل ورقه سليم. الله، لما انت عارفه كل المعلومات اللي احنا نعرفها دي تعملي في حسن كده؟ كنت فاكره ذكي وبيفهم، طلع غبي وقليل الادب. انا رقيت رضوان لاني ما اقدرش امشيه دلوقتي، عظمه ورميتها، بس صاحبك العبيط هو اللي مسك فيها. عارف ليه؟ عشان حاقد، كان نفسه يكون مكاني. حاقد؟ حسن؟ حسن مش كده خالص. انا نقلته عشان ينظف مكان رضوان، بس الموضوع انتهى خلاص. لا ما انتهاش. انت مش فاهم حاجه. كلميني كويس واحترميني زي ما بحترمك. اولا حسن ما ينفعش يمسك الاداره دي وينظمها كويس، لانه ما يقدرش ولا ينفع يبعد عن بيته وولاده. ما يغور ولا يبعد، ما هو في الاخر هياخد بدلات ومرتبه هيزيد. امال انت ليه زمان رفضت تسافري وتاخدي بدلات؟ مش قلتي مفيش بدل ام ولا بدل تربيه؟ انا فلوس الدنيا ما تعوضنيش في بعدي عن ولادي. مش انت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتقارن ايه بايه؟ ما هي هي. لا مش هي هي، انا ست ولوحدي، وبعدين هو احسن له انه يسيبهم لامهم هي اللي تربيهم. مش لو كانت موجوده؟ ايه يعني؟ ايه حسن عنده اربع اولاد بيربيهم بقاله 10 سنين لوحده بعد ما امهم ماتت، فانا حياته كلها علشانهم، يعني ظروفه زيك بالظبط. انت عارفه الحاجه الوحيده اللي مخلياني ما قاطعكيش غير البنات؟ قلبك الطيب اللي انا دايما بشوفه مليان رحمه. مش لازم نجاحك يكون سبب في خراب بيت الراجل ده واولاده الاربعه. انا كنت اتمنى ان رحمتك تغلب نجاحك ده لو كانت لسه موجوده. مش كنت انت اولى يا باشمهندس؟ يا شيخه بلا هم كده احسن. ايه يا هدير، لقيت لها اكونت على الفيسبوك ولا عملت ايه؟ ما تصربعنيش، عمال ادور على اكونت بس مش لاقياه. انتوا شغالين نفسكم بايه؟ ازاي يا باشمهندس؟ مش نعرف هي مين؟ وانت يعني كده هتعرف؟ هنعرف. بص بقى يا باشمهندس، الست مننا تتعرف من الاكونت بتاعها. يعني انا مثلا ممكن اقول لك كل اتجاهاتها لو شفت الاكونت. متطلقه، متجوزه، فرفوشه ولذيذه كده شبهنا، ولا بومه ونكديه؟ طب اقول لك على حاجه، انا لو شفت الاكونت ممكن اعرف لك هي عندها ولاد ولا لا. عندها بنت. وسكت. عرفت ازاي؟ ما هي خبطت لي عربيتي تحت وانا جاي. عندها انت بنت. بتكتب ايه؟ بجمع معلومات واحللها. سيبني بقى تكتك. طب ثواني بس، ممكن حضرتك تقول لي البنت دي كبيره ولا صغيره؟ يعني قد مراد ابني كده. قد مراد ابنه. قد مراد ابنه. يا حبايبي يا حبايبي، سيبكم الكلام ده كله. بص يا حبيبي، اللي يهمنا هي مين وكانت شغاله فين قبل ما تجينا. قد مراد ابنه. ايه يا عفاف، قدمت الاذن؟ تمام يا باشمهندس، وكلمت حد اعرفه في الوزاره عشان اعرف ازاي جابوها بدل حضرتك. وبتعملي كده ليه يا عفاف؟ ما انا لازم افهم يا باشمهندس. وفهمت حاجه يا عفاف؟ عرفت انها اشتغلت في الشركه اول ما اتخرجت 5 سنين. هنا؟ لا 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 لا، في فرع من فروع الشركه، بس ما سالتش. وبعد كده اشتغلت ومسكت كذا شركه ناجحه بس قطاع خاص، ولما طلبوا منها انها ترجع الشركه عشان تمسك البوزيشن ده وافقت على طول. ده معناه انها ست ناجحه، وده اللي يهمنا. انا مش شايفه كده خالص على فكره. وانت لحقتي تشوفي ايه عشان تحكمي؟ شفت ايه؟ شفت تكشيره اعوذ بالله، دي حايزه بونه،
دي وشها يقطع الخميره من البيت. عارف هي لو شاطره ما كانتش دخلت الدخله دي، لانها كانت هتبقى واثقه في نفسها. بص بص يا عفاف، انت تشيل البنت الكشره دي من جنب بنتك وما يقعدوش جنب بعض في الكلاس خالص، ويا دار ما دخلتش. بالظبط بالظبط. بنت ايه يا باشمهندس؟ انا مش فاهمه حاجه. هو انا مش طلبت منك اوراق بدل اللغو والرغي اللي ملوش دعوه بالشغل ده؟ حالا انا بس كنت بمضي الباشمهندس على ورقه، والورق بيتطبع بره. واضح. انا هعمل اجتماع لكل موظفين الشركه عشان تعرفوا سياستي الفتره اللي جايه. مهندس حسن، عاوزاك في مكتبي لو سمحت. اللي حصل تحت ده مجرد سوء تفاهم عادي، واكيد مراد ابني ما كانش يقصد. بما انك مسؤول عن اهم اداره في الشركه دي، فانا عاوزه تقرير مفصل عن المشروعات اللي الشركه بتنفذها دلوقتي بجداول تسليمها ده مبدئيا. اوكي، هكون عند حضرتك بكره. ليه بكره؟ انا عاوزه حالا. ما ينفعش النهارده. ليه؟ عشان مستاذن ونازل. مستاذن من مين؟ من نفسي افندم. دي سياسه الشركه، كل مديري الادارات يا دوب بيختاروا شؤون العاملين، شايفين انهم ما ينفعش يشغلوا السيد رئيس مجلس الاداره بحاجات صغيره كده. الحاجات الصغيره والبسيطه دي لما بتكون سايبه بتوقع الامور الكبيره يا باشمهندس. في سيستم وانا حضرتك تقدري بكره تقولي كل ده في الاجتماع. عن اذنك. يا ريت من بكره ما تركنش قدام الشركه وتبلغ السايس ان المكان ده يخصني انا. تقدري حضرتك تبلغي السايس باللي انت عايزاه كله. وانا عن نفسي ما عنديش مانع تاخدي مكاني قدام الشركه. أو جوه الشركة. أنا فاهمة كلامك كويس قوي يا باشمهندس. دي حاجة كويسة جدا. واضح إن ابنك ما جابوش من بره. سبحان الله، زي بنت حضرتك بالظبط. أنا بنتي متربية أحسن تربية. ودي حاجة كويسة برضه. هنزل. هو الورق بيتبع ولا بيتكتب؟ عملت ايه في التمرين؟ كويس. اخوك رجع؟ طب انا هكلمه. بص، خلي علي يعمل لك سندوتش جبنه تاكل وتخش تنام على طول، واستحم الاول. عارف لو رجعت لقيتك ما استحمتش؟ لا يا حبيبي، في ميه سخن. انا سايب السخان شغال. انجز يا مصطفى بقى، يلا. عندي غريب تعبتك معايا يا حسن. انت لو تحب تروح. يا رمزي، احنا مش اخوات ولا ايه؟ المهم ربنا يقومها بالسلام يا رب. وجوزها فين من ده كله؟ مسافر. عارف ولا لسه ما عرفش؟ اكيد عارف. زي عيالها في السن ده يجي لها سكر. وراسه من ابوها يا سيدي، هي الوحيده اللي ورثتها. يا حبيبتي، ربنا يعينها هي ومامتها يا رب. اكتر وجع في الدنيا ان الضنا يبقى تعبان، مفيش وجع اصعب من كده. اكيد. رمزي تعال، عاوزاك لو سمحت. عن اذنك يا حسن. انت ايه اللي خلاك تجيب حسن معاك؟ انا كنت عنده وانت بتكلميني، الراجل اصر ما يسيبنيش. ايه في ايه؟ مفيش. طمني، انا قلت له ان جوزك مسافر وجاي بكره، يعني كل اللي متفق معاك عليه بعمله. ماشي. عارفه يا نادي، على قد ما اتخضيت على هند وزعلت عليها، اول ما كلمتيني وقلت لي الحقني حسستيني انك لسه ليك اخ، وقت ما تحتاجيه تلاقيه جنبك. انا كلمت ايهاب الاول بس لقيت تليفونه مقفول. هو ده ردك على كلامي؟ كتر خيرك. يا رمزي انت سهران على طول ومش فاضي لأي حد. بطلي بقى يا نادية، بطلي. حتى لو عندي ايه؟ هو في أهم منكم؟ مش وقته الكلام ده. أنا عايزك تطمني، كل اللي حصل زمان مش هيتكرر تاني. أنا كبرت يا نادية. خال نور على خال حبيبي خال يا نادية. يعني لازم تتعبي عشان اشوفك. اي اروى،
ما هو مش كل خمس دقايق تكلميني. لا هي كويسه دلوقتي، شويه وهنيجي. اياكي تنزلي من البيت وتسيبي اخواتك، انت فاهمه؟ بقولت لك خالك معايا، امسك كلمها. راحة شوية. هي أروى يا حبيبتي. هند زي الفل. أنا هفتح لك السبيكر وتطمني عليها بنفسك. أهي خدي معاكي. أنت كويسة يا هند؟ أيوة أروى حبيبتي. أنا كويس، أنا كويس، ما تقلقيش. ماشي يا حبيبتي. خلاص يا ستي اطمنتي؟ يلا، سلام. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.